صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان، من خلالكم بريدكن تسمعوا هالخمس دقايق شو اللي قاله هذا المثقف الكبير في الاقتصاد والمال في لبنان. لأصحاب شركات المدارس أنه ينشئوا مدارس بسوريا والمستشفيات وغير وغيره، يعني أفضل فرصة للبنان أنه يصير سلام بسوريا. طبعا أمر بيستطبع كمان انخفاض أعداد عودة مش نازحين راحوا، بس الانخفاض في خراب، الانخفاض الضغط يخف عن لبنان. فإذا صار هالشيء حقيقة، ولكن أنا معلوماتي من ناس كانوا بسوريا مؤخرا واجتمعوا مع جماعة يعني النظام الجيش ومع جماعة من النصر، بأكدوا أنه الحرب مش منتهية، وأنه الانتصارات اللي صارت للجيش السوري بعدها مش موصلتهم للمدى اللي بيريدوا يوصلوا له، وأنه ليوصلوا للمدى اللي بيريدوا يوصلوا له رح يكون من الصعب جدا، قياسا على ما لدى جبهة النصر بالذات من المعدات. هذا عم نحكي اقتصاديا على صعيد لبنان، في حال كان هناك تسوية وانتهت الحرب، لبنان قد يستفيد جدا. حكينا عن الكهرباء وموضوع البواخر، ولكن مراسيم النفط والغاز كان اول شيء يقر بالحكومة، وكان في نوع من التفاؤل انه السير بسرعة لانه ياخذ وقت وسنوات. اليوم وين صرنا؟ انت بتعرف الهيئة شؤون النفط امتين ونشئت 2013، السنة الجاية بيصير له 5 سنين، بيكون صار وقت انه اعادة تشكيلها. لازم هلا بكون عم نطلع غاز هلا حقيقة بهالهيئة في ناس عندهم كفاءات كثير مميزة، وفي ناس يعني عندهم كفاءة انه يناموا وقت الاجتماعات، ما منهم بالوارد. بالتالي هالهيئة كمان اللي مفروض عندها بعض الصلاحيات مش كل الصلاحيات، ما قدرت تتوصل انه تمشي لقدام الا اخر 6 شهور اللي حقيقة دفشوا واخذوا قرار انه بدنا. هلا صار قصة كانه رح يجوا هالشركات ويشاركوا لعدة اسباب. وين هي العقدة؟ وين عالق الموضوع اليوم؟ وين هلا؟ في عدة عقبات. اولا في مناطق اللي في تداخل بين المياه الإقليمية اللبنانية والإسرائيلية، وفي تداخل بين المياه الإقليمية اللبنانية والسورية، والسوريين عطوا امتياز من المنطقة المحاذة للبنان واللي حقولها تمتد إلى لبنان للروس، واللي حدوا يحفروا إذا لقيوا رح يفوتوا لعنا. أكيد كما ما راح يفوت هناك فاتين من الجنوب الإسرائيلي ومن هون بياخدوا، يعني هاي هيدي من الإشكالية. ثانيا الرغبة في الاستقصاء عن التنقيب عن النفط والغاز خفت كثير، يحو قبرص فتحوا المجال ما اجاهم عروض مشجعة، بينما بمصر فتحوا المجال اجاهم عروض وانما لمناطق شبه مؤكد فيها اللي هي تابعه لشركه النفط المصريه. فخلينا نشوف هلا امتين فتح العروض، او يعني انا بقدر انه يمكن يجينا شيء 3 أو 4 عروض مقنعه، وحده من شركه النفط الفرنسيه، وربما واحدة من شركة النفط القطرية بالتعاون مع أيام شركة أمريكانية غالبا الأكزون على سبيل المثال. هلا وزير خارجية أمريكا اللي رئيس الأكزون، أكزون عندها أكبر معمل لتسيير الغاز بقطر، مشان هيك يعني أخدين مبادرة في محاولة، فهو على الأغلب قطر وأكزون. على لبنان أن يقوم بخطوات إضافية في هالإطار؟ أو مش على لبنان أن يقوم بخطوات، على لبنان أن يؤكد أنه راح يفتح المجال ويعمل اتفاقات. يعني نعطي مصداقية للتوجهات اللبنانية. الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم بكلام بيروت، وبدي أشكر أيضا المشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء. شكراً ورح ودي الكنية.
إذا الله راد ودي لكم إياه حتى تسمعوا. شكرا وألف شكرا.